حياكم الله مجددا. بعد الانفراج السياسي وتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا في فإن الرئيس المكلف برئاسة الوزراء يواصل مناقشاته ومباحثاته وتبادل الآراء مع الشركاء السياسيين والأطر الاجتماعية الوطنية لاختصار الوقت وتقديم تشكيلة وزارية تتلائم ومستوى التحديات اللي ظهرت على الساحة الداخلية وحتى الخارجية. نفتح هذا الملف ونناقشه ويا ضيوفنا، لكن قبل هذا خلي يطلعنا الزميل علي حبيب على بعض التفاصيل الأوفى. منذ الوهلة الأولى لتكليف مرشح رئاسة الوزراء محمد الشيع السوداني انطلقت مداولات تشكيل الحكومة بين مختلف الأطراف السياسية والقوى المجتمعية لإكمال الفريق الوزاري لحكومة المكلف، وسط أجواء مؤاتية حقق فيها الأخير أشواطا متقدمة حفاظا على التوقيتات الدستورية، مقتربا من الجلسة النيابية المخصصة لعرض أعضاء حكومته على مجلس النواب، وهذا ناتج طبيعي لسلسلة من نقاط الالتقاء. وصلت مراحل الاتفاق على تشكيل الحكومة إلى مراحلها النهائية، يعني لم يتبقى إلا اختيار الكابينة، والكابينة شبه مكتملة. كبح جماح الفساد وإيجاد معادلة سياسية جديدة تصوب أهدافها نحو تحسين الواقع المرير لغالبية الشعب، واحدة من الملفات الصعبة والتركات الثقيلة التي خلفتها السياسات الحالية والسابقة. وأمام رئيس الوزراء المكلف جملة من التحديات الشائكة والملفات المترابطة فيما بينها. هذا الرجل نحن متوسم به خير ويستطيع أن يعبر بالعراق، وأنا أجزم أنه سوف يعبر بالعراق إلى بر أمان، سوف يصلح ما أفسدته الحكومة السابقة، لذلك نحن نشد على أزره وباستطاعته أن يبني حكومة خدمات، رجل مجرب في كل الأيام السابقة. ويترقب الشارع ولادة حكومة جديدة قادرة على تفكيك الأزمات المركبة وتحويلها إلى فرص نجاح، خاصة مع هذا الجو السياسي المفعم بالاستقرار وانتعاش خزينة الدولة. ومع وصول الكتل السياسية مفاوضاتها عند خط النهاية، فإن تسريبات نيابية تنتشي بأن رئيس الوزراء المكلف سيقدم كابينته الوزارية في أقل من المدة الدستورية المحددة، معتمدا على النخب والكفاءات الوطنية. علي حبيب، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، ورحب بضيوفي الكرام الأستاذ حسن فدعم النائب السابق، حياك الله أستاذ حسن ضيفا كريما حضرتك، وكذلك انضم معي في الاستوديو الأستاذ مهدي عبد الكريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أهلا بك أستاذ مهدي. وعبر سكايب من الموصل السيد زهير الشلبي عضو ائتلاف دولة القانون، حياكم الله ضيوف الكرام. أبدأ مع حضرتك أستاذ حسن، المعطيات المتوافرة بأن السيد السوداني حث الخطى يختصر الوقت، لجنة، اختيار وحراك شخصي واختيار كابينة وزارية، بالإضافة إلى إكمال المنهاج الوزاري لغرض التصويت عليه، كيف تنظر إلى ما رشح عن جلسة يوم السبت؟ شكراً لك أستاذ، وتحية لضيفيك والمشاهدين الكرام. بالفعل السيد السوداني منهاج الحكومة أكمل قبل التكليف، يعني بعد ما سمى الإطار مرشحة للتكليف هو كان بادئ في إعداد منهاج حكومي وأكمل المنهاج الحكومي، وحتى درس بعض الخيارات لبعض الوزارات، وكان يعني وضع ملامح الحكومة قبل التكليف. بعد التكليف مباشرة بدأ في يعني هذه المسودة، تبييض هذه المسودة من الأفكار والمنهاج الحكومي واختيار بعض الشخصيات بالنقاش مع القوى السياسية طبعا والحوار معها. أعتقد يوم السبت راح يكون هو اليوم التصويت على الكابينة الوزارية، سواء كان كابينة مكتملة بكل أعضائها 23 وزارة، أو يعني ممكن تؤجل كم وزارة، لم يحسم الحوار حول تلك الوزارات، ممكن 3-4 وزارات، وربما أيضا حتى هذه الأربع أو 3 وزارات ممكن أيضا أن تحسم قبل السبت، لكن إذا لم تحسم فيمكن أن يكون يوم السبت هو يوم التصويت على الحكومة وانتهاء عمل حكومة تصريف الأعمال للسيد الكاظمي، وبدء حكومة السيد السوداني، وبدء أيضا في تنفيذ البرنامج الحكومي اللي وضعها. طبعا المعادلة اللي وضعها السيد السوداني معادلة جيدة في إدارة الدولة،
هناك أولويات، وضع أولويات محددة في عمل الحكومة. ممكن هذه الحكومة يكون عمرها عمر مكتمل أو عمر غير مكتمل، وضع كل الخيارات هذه في نظر الاعتبار ووضع معادلة قادر على يعني أن يشاهد المواطن والشعب إنجاز في فترة قريبة. طيب أستاذ مهدي وجهة الترحاب حضرتك، نتحدث عن التسريبات اللي تحدثت عن أن السيد السوداني وضع لجنة فنية، هذه اللجنة تمتلك معايير لغرض تدقيق مرشحي الوزارات، وبالتالي يتم الاختيار وفق آلية. تعتبر هذه الآلية آلية جديدة راح نشهد بأنه حكومة تستطيع أن على أقل تقدير تنجز بعض الإجراءات السريعة، مثل ما تفضل السيد فدعم بأن حكومة الخدمات يجب أن يلمس هذه الخدمات المواطن منذ الأيام الأولى؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لجنابك ولقناتك ومشاهديك الكرام المحترمين وإلى آخر عزيز الأستاذ حسن المحترم وإلى ضيفك الآخر المحترم. أستاذنا الفاضل، أنت تعرف جنابك اللي مرينا به يعني لمدة 20 سنة وتشكيل حكومات، واللي كان النمط اللي نمشي عليه، يعني أعتقد وصلنا إلى حالة يجب أن يكون هناك تغيير حتى في عملية تشكيل الحكومة. والحمد لله والشكر، احنا أولا خلينا نقول أن اجتازينا مرحلة الخطر على العملية السياسية، وبدينا بانتخاب رئيس الجمهورية، وإن شاء الله يوم السبت تستكمل يوم السبت بتكليف أو إنهاء تصريف الأعمال وانتخاب رئاسة الوزراء أيضا. هنا في هذه المرحلة أعتقد والأجزم، ليس أعتقد ولكن أقول أنه العمل الحكومة ليس فقط على أنه رئيس الوزراء أو شخص رئيس الوزراء أو اللجنة التي سوف تشكل، هناك يجب أن تكون ما عدا شخصية رئيس الوزراء الكتل التي تقف خلف رئيس الوزراء، باعتبار أنه يجب أن تكون مساندة إليه وداعمة إليه في كل الخطوات، وخاصة داخل قبة مجلس النواب. أي بما معنى يعني رئيس الوزراء ليس بيده العصا السحرية يغير كل شيء في يوم وليلة، ولا في 4 سنين ولا في سنة ولا في مهما كانت المدة طويلة أو قصيرة، ولكن تعتمد على الكتل التي وراء رئيس الوزراء والتي وراء الحكومة أيضا، باعتبار يجب أن تشرع قوانين خدمية تساعد الحكومة بتقديمها إلى الشارع وإقناع الشارع الممتعض والفاقد الثقة أصلا من العملية السياسية والكتل السياسية. فهنا مهمة صعبة أيضا، جدا صعبة أمام الحكومة، واختبار جدا صعب خاصة السنة الأولى. يجب أن تكون خلال هذه المرحلة وهذه الفترة الأولى أن تساعد هذه الكتل السياسية رئيس الوزراء، وأن تهيئ له الأرضية والبنى التحتية الصحيحة من أجل عمله يكون ناجح، وأن يكون مقنع للشارع اللي الآن تختلف بكثير من الأمور. أولاً هناك شارع قوي يراقب العملية السياسية، يراقب عمل الحكومة خاصة التيار الصدري والأخوة البقية اللي ولكن الشارع الأقوى هو يعني الشعب بعمومه، يريد هذه الخدمات، يريد ما أقرب قانون الموازنة، التعيينات وغيرها، وهذه أيضاً من ضمن الضواغط التي راح تواجه الحكومة الجديدة. خليني أستاذ مهدي أنتقل أستاذ زهير الشلبي. أستاذ زهير، لما نتحدث عن تلك التسريبات وفي ظل المعطيات الإيجابية اللي تشي بأن السيد المكلف ما راح يستنفذ الشهر اللي من حاليات الدستور في تقديم الكابينة الوزارية، ونتحدث أو تحدثت أيضا بعض المصادر وهناك بيان عن جلسة يوم السبت لمجلس النواب راح تقدم كابينة وزارية، حتى لو لم تكن مكتملة راح نشهد أنه تصويت على الوزراء المقترحين من المكلف، التصويت على المكلف على المنهاج الوزاري. السلام عليكم ورحمة الله، تحية لضيوفك الكرام الأستاذ حسن والأستاذ ماجد. الموضوع موضوع جدا مهم، موضوع يوم السبت. يوم السبت ينهينا حقبة من المكائد والدسائس والفساد الذي فضحنا في العالم الآن عن حجم الفساد والنهب بالمال العام. يعني احنا نخلص، يعني يوم السبت يجب أن ننهي هذه الحقبة. أنهينا رئاسة الجمهورية والحمد لله توفقنا بشخصية
هادئة، شخصية متعاونة لا تجيد المكائد والدسائس. والآن نحن عندنا شخصية رئيس وزراء جيد جدا، يتمتع بسمعة طيبة، عنده خبرة ورجل متعاون، وأعتقد يؤمن بالإدارة المشتركة. تعرف هذه مهمة، الإدارة المركزية والإدارة المشتركة. نحن بعيدين عن الإدارة الإلكترونية، لكن أنا أشوف بشخصية الأستاذ محمد الشياع السوداني شخصية إدارية مشتركة، يتعاون ويأخذ ويعطي. أهم نقطة أنه هي يجب أن ينتهي موضوع الحكومة السابقة فورا، يعني يوم السبت يجب أن ننتهي. نص وزارة، الوزراء ناقصين، ماكو مشكلة، المهم أن ننتهي حتى نخلص، ويبلش السيد رئيس الوزراء المكلف الآن بالمباشرة في العمل وتصليح ما خربته السنتين الماضيتين. يعني مو بس خربت المال، المال يروح ويجي ما مشكلة، العراق غني، ولكن كنا لو بقى أكثر كان خسرنا أرض أيضا، مع اتفاقات مع دول ناشزة ما قادرة على أن تبني بلادها، لتجي تبني عراق يعني مشكلة كبيرة. يعني خاصة آخر اتفاقية مع الأردن كانت كارثة، يعني من الكوارث اللي يدفع الشعب العراقي ثمنها. المشكلة أنه الشعب يدفع ثمنها. المهم يعني أنا أشد على أيدي الأستاذ السوداني، ما مهم ترى الوزراء نوعيتهم. يعني أخاف مثلا أحد يفكر بأنه راح يفرضون من الأحزاب، هذه أيضا ما مشكلة، بس المشكلة يكونون أصحاب خبرة يعني حتى يقدر يشتغل. يعني وثانيا أهم نقطة هي المكتب، المستشارين عندما يكونون مستشارين من الطراز الأول كما يسمى بالإنجليزي بروفيشنال، يقدر يعمل ويشكل لجان ويحل كثير من المشاكل، ولكن حتى بعيدا عن الوزارات. وأنا نتحدث عن خيار المستشارين، وأيضا سيد زهير خلينا نذهب إلى الأستاذ حسن. سيد فدعم، نتحدث عن طريقة الاختيار أو شخوص الاختيار. يعني في تصريح للسيد السوداني قال بأنه لن يقتصر اختيار الوزراء من الكتل البرلمانية، بل حتى من الممكن الذهاب إلى الكتل الفضاء الوطني. هل نعتبر أن هذه إشارة إلى تسنم وزراء من التيار الصدري في هذه الحكومة؟ أنا شخصيا أستبعد أن يعني يجي أي شخص محسوب على التيار الصدري ويستوزر في وزارة السياسة السودان، أستبعد. الاستبعاد، ما المانع؟ يعني المانع من التيار أم من قبل؟ لا، هو بعد تغريد، يعني كان هناك بصراحة أتحدث، كان هناك حوار مع أطراف قريبة من التيار الصدري، تميل هذه الأطراف إلى الحوار مع التيار الصدري وإشراكه في الحكومة. ولكن بعد تغريدة السيد الصدر في البراءة والتبرؤ من أي شخص يفاوض باسمه أو باسم التيار الصدري، ويتبرأ من أي شخص من التيار الصدري أو من المحسوبين على التيار الصدري يعني يستلم وزارة، استبعد بعد يعني يقدر شخص يستلم منصب بهذا العنوان. نعم، ممكن هذا اللي تحدث فيه السيد السوداني يعني من الفضاء الوطني، ممكن هناك كتل او قوى سياسيه اخرى غير التيار الصدري ما ممثله في مجلس النواب او اشتركت في العمليه السياسيه او غيرها. يعني هو ما راح يخلي اختيار الوزراء مبني فقط على الكتل السياسيه الموجوده في مجلس النواب. حتى القوى السياسيه حسب اطلاعي لحد اليوم المغرب، الخيارات اللي تطرحها القوى السياسيه السوداني غير ملزم بقبولها، خيارات الاسماء اقصد، يعني غير ملزم بقبول اي اسم يطرح عليه، بل ممكن ان يقول غيروا هذا الاسم، انا اعطوني مجال، اعطوني اكثر من اسم، لا تعطوني اسم واحد. ممكن اذا اعطي ثلاث اسماء لوزاره معينه ممكن أن يقول هاي الثلاث اسماء يفاضل فيما بينهم، لا ممكن يقول هاي الاسماء الثلاثه انا غيروها اي يرفض اي اريد غيرها ثلاثه. تكلم استاذ مهدي عبد الكريم حول العصا السحريه انه ما يمتلكها المكلف، باعتبار ان البيئه الخارجيه من خارج الوزارة، الحقبة اللي راح تخلفها حكومة تصريف الأعمال،
كانت بوادرها واضحة في كم الفساد المالي والإداري، في حال لو تم كشف الكثير من هكذا ملفات والتحديات اللي راح تواجه الحكومة المقبلة، نقدر نرفع سقف التوقعات مما مطلوب من هذه الحكومة لو راح أيضا تلتهي بالمعالجات؟ والله يعينه، سير السودان حقيقة راح يستلم تركة ثقيلة جدا، يعني بالإضافة للتركة السابقة القديمة بالرغم من ملاحظاتنا الكثيرة عليها، لكن مرحلة السيد الكاظمي هذه السنتين أعتقد تركتها هي أكثر بكثير من كل الحقبة الزمنية المرت، يعني من 2003 إلى مجيء السيد الكاظمي كلها ما تعادل ما ارتكبتها هذه الحكومة، حكومة السيد الكاظمي، المخالفات وآخرها السرقة الواضحة المفضوحة في موضوع الضريبة والاستحواذ على أموال الضرائب مبلغ هائل، مبلغ خيالي، مبلغ كبير جدا. لما نحكي عن تعمير مدارس واحنا في بداية عام دراسي جديد، لما نحكي عن خدمات بسيطة توفر بمبالغ بسيطة، الحكومة تتحجج يقول وين الرواتب والمدري شنو والمتقاعدين ما نقدر، بينما هيش مال يذهب بهذه الطريقة والاستخفاف بها والإجراءات اللي اتخذت من أجل كشف هذه الجريمة حقيقة إجراءات خجولة، يعني هناك تواطؤ واضح بها. هاي تركة كبيرة راح يتحملها طبعا السيد السوداني، أعتقد يحتاج فترة زمنية على الأقل للبدء لإزالة هذه الركام وهذه الأنقاض أمام طريقة للبدء بالعمل. لكن السيد السوداني حسب ما شفت يعني من اللقاء وياه شفت عنده رؤية جيدة للحكومة، الملفات يعرفها ومشاكلها يعرفها وعنده حلول أيضا لتلك المشاكل. أنا قلق فقط من عدم دعم القوى السياسية له، أنا قلق أن هناك أطراف سوف تحاول إفشاله، وما تعرف هاي الأطراف أن إفشال السيد السوداني هو ليس إفشال له بل إفشال لخدمات الشعب. أي شخص اليوم يقف أمام السيد السوداني في خطوات الإصلاح وفي خطوات مكافحة الفساد والإعمار وتوفير الخدمات هو يستهدف أبناء شعبنا، يستهدف أبناء شعب العراق. وهناك مسألة أخرى مهمة جدا، معذرة أنت تذهب، هي مسألة الموازنة، وهي أكثر مسألة ضاغطة على الحكومة. يعني السيد السوداني إذا صوت على حكومته في يوم السبت هو أمامه شهر واحد أو أقل من شهر لإرسال موازنة، وأنا أعتقد أقل من شهر يحتاج له 10 أيام 15 يوم لازم يرسل الموازنة إلى مجلس النواب، ويتأكد ما راح يرسل الموازنة اللي معدة من السيد الكاظمي، فيعتكف 10 أيام 15 يوم 20 يوم مع الجهات المعنية لإعداد موازنة لإرسالها إلى مجلس النواب. تدرون في مجلس النواب تحتاج حكومي لهذه الحكومة، تنسجم مع البرنامج الحكومي وتنسجم أيضا مع مسيرته اللي هو يعد لها، وكذلك تدرم داخل مجلس النواب الموازنة ما يصوت عليها خلال أسبوع أو أسبوعين، تحتاج وقت لدراستها والمناقلة بها. خليني أرجع أستاذ حسن، عفوا المقاطعة، أنه أمسك قضية التخوف اللي أثرت حضرتك. أستاذ مهدي يتخوف السيد حسن فدعم من عدم إسناد بعض الكتل السياسية للمكلف، وبالتالي نتحدث هنا عن هذا الإسناد السياسي خلينا نسميه، لما يكون المرشح مرشح الإطار وليس مرشح حزب واحد، والإطار ضمن تحالف إدارة الدولة، بالتالي نقدر نقول أكو أحزاب في البرلمان لم يمثل هذا التحالف ولها خطورة أن توجه تحديات للحكومة المقبلة. استاذنا جنابك يعرف أنه أساسا يعني إدارة الدولة شاملة كل الكتل السياسية التي وافقت على ترشيح السيد محمد الشاشر، فإذا عليها مسؤولية أخلاقية شرعية قانونية أن تكون مثل ما ذكرت جنابك بالبداية، ليس على يعني اللوم يبقى أو الاعتماد كلي على رئيس الوزراء، لكن على الكتل اللي خلف رئيس الوزراء، واللي يعني به أنه إدارة الدولة. إدارة الدولة يجب أن تكون داعمة له وأن تهيئ له أرضية مثل ما ذكرت جنابك داخل قبة البرلمان. ولا نرجع شوية لورا تعطيني مجال، سابقا كانت المناكفات اللي موجودة بين رئيس الوزراء ومجلس النواب، كثير من النشاطات اللي كان يقدمها او المشاريع اللي كان يقدمها يعني تنتهي في داخل قبه البرلمان من اجل عدم نجاح رئيس الوزراء. لهذا السبب هذه الامور يجب اولا ان تكون الكتله اللي خلف رئيس الوزراء تدعمه. ثانيا اكو نقطه مهمه جدا، وهي انه رئيس الوزراء نفسه كشخص، السيد محمد الشاعر السوداني من الشخصيات النزيهه المعروف عنها بالنزاهه، تسلم اكثر من منصب ولا يوجد عليه شائبه، اداري ممتاز، حاول يعني مارس
الإدارة من التغيير إلى يومك، اللي لديه إلمام بالعملية السياسية بشكل عام ويعرف خفايا العملية السياسية. هنا شو يعتمد؟ يعتمد على اولا يعتمد على البرنامج الحكومي اللي سوف يقدمه، وهنا اعتقد انه مقتضب وقليل وليس مثل ما كانت البرامج الحكوميه اللي تقدم اكثر من 30 صفحه. النقطه الثانيه وهي نرجع يعني مشتركه بين رئيس الوزراء وشخصيته والكتل اللي تدعمه، باختيار شخصيات داخل الوزارات اللي تقدر تستطيع يعني خلال انت من تجيب لك شخص داخل الوزاره يعمل وياك يقدم لك اختصار مدة زمنية أولا، ثانيا يعرف مناطق الضعف وقوة الوزارة وينجح رئيس الوزراء، هاي ثانيا. ثالثا والنقطة الأهم من عنده وهي أنه يكون رئيس الوزراء يعني لديه إلمام في 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 كل عمليات اللي تقدمها، ويكون لديه صاحب قرار، يعني هذا الوزير لديه صلاحية من هاي الكتل اللي تدعمه، أي وزير يفشل لديه صلاحية أنه يقيل أي وزير، وهذا ما يمكن يساعده في نجاحه في عملية القادمة وتقديم خدمات المطلوبة من عنده. طيب. إذن هنا الآن أمام اختبار وأمام امتحان صعب خلال مثل ما ذكرت جنابك أول سنة ستكون من السنين اللي نعتبرها مهمة جدا لسيد محمد الشاعر السوداني، والله يكون بعونه أنه يستطيع أن يقدم خدمات عينية ويعني شلون اقول لك يا تكون طيب. ملموسه لدى الشارع العراقي بحيث يستحمل ويعطي، ان كان ان شاء الله انا متفائل به انه يكون سيقدم، وان كان تنفيذ البرنامج الحكومي ليس 100% راح يغير او 4 سنين او 3 سنين او سنه، لو يغير لو يطبق من البرنامج الحكومي ف 20% 30% 40% فهو انا اعتبر نسبه جدا ممتازه ويستطيع ان يستمر بالحكومه ايضا ان شاء الله. طيب. يعني هذا الاختبار الكبير اللي وصفته حضرتك استاذ مهدي، خلينا نذهب الى استاذ زهير. لما يكون اختبار لرئيس الوزراء المكلف، خلينا نتحدث ايضا عن اختبارات للكتل السياسيه في البرلمان استاذ زهير. يعني المطلوب هسه عندنا قضيتين مهمه، انه يعني ازاله العقبات امام المكلف، الأولى أنه عدم ممارسة الضغوطات السياسية على المكلف باختيار الوزراء، والثانية الإسناد على التصويت للحكومة وعلى المنهاج الوزاري في جلسة برلمانية، وإلا راح نرجع إلى سيناريوهات سابقة، مكلف وتنتهي فترة التكليف، عدم التصويت على كابينة وزارية، وندخل أيضا بأنفاق مظلمة. هل سينجح البرلمان في توفير هذه العناصر؟ شوف، أهم نقطة أنه هو مرشح الكتلة الأكبر ومتفق عليه من إدارة الدولة. إدارة الدولة ما أعتقد ملزمة بدعم السيد السوداني قد الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي أكبر كتلة برلمانية تكفي لدعمه، بس على شرط أن تكون هذه الكتلة متماسكة مثل ما بقت متماسكة لمدة سنة. وقدرنا أن نخرج من عملية انقلاب على العملية السياسية أدارتها الإمارات العربية المتحدة. فهذا الموضوع الآن هون تكمن العملية، أن يكون هناك درس لهذا الموضوع، لأن نحن الآن في امتحان كما قال ضيفك الكريم أستاذ ماجد، أنه يجب أن تكون حكومة وطنية، حكومة خدمات. هذه كيف تكون؟ أنا ما مهم عندي الوزير كان منتمي لحزب أو لا، المهم يكون قوي، وزير قوي يعني يدخل على الوزارة عنده قوة، وإذا كان منتمي لحزب بعد يكون أفضل، لأن أنا أكره كلمة مستقل، لأن المستقل إنسان ضعيف ما عنده حد. فإذا ما هون تكمن المشكلة، المشكلة تكمن داخل قبة البرلمان، كيف راح يندعم رئيس الوزراء. يعني احنا في 2010 إلى 2014 كان البرلمان يحارب رئيس الوزراء بقيادة، مو بس بقيادة أسامة النجيبي، وإنما بقيادة أيضا الائتلاف الوطني أو الائتلاف الموحد الشيعي، عندما قدم السيد المالكي مشروع بنى التحتية كيف رفضوه بهذاك الوقت. الآن هذا الموضوع يكون ما يتكرر مع الإطار، يجب أن يكون الجميع، يعني ما يجي واحد يقول
السوداني حصتي من الإطار، من جزء من الإطار، يجب أن يتماسك الإطار بهذه الفترة بالذات، يعني هذه المرحلة، حتى يستطيع السوداني أن يقف على رجليه ويقدر يحقق البرنامج. يا أخي لو حقق 50% خدمات للشعب أم الشعب راضي. ثانيا يجب أن ينفتح الإطار، مو رئيس الوزراء، لا تحملون على القوى الوطنية الأخرى أن يكسب ما يدعون نفسهم بقيادات تشرين وما شابه ذلك، حتى نشوف هذه المطالب. شنو المطالب اللي يريدوها؟ تغيير العملية السياسية ليش مثلا؟ هل هي مطالب أم انقلاب على العملية السياسية؟ هذه أيضا الإطار من مهماته بالمستقبل، تمشي مع رئيس الوزراء بكسب الشارع أيضا، لأن الشارع محتقن أيضا يعني، وتعرف الاتهامات. ومن الآن يعني قبل ما يشكل الحكومة السيد السوداني، شايف أنت بعض القنوات تتحدث عن الفشل قبل النجاح. هذه الموضوع يحققه الإطار، تماسك الإطار، هذا الموضوع. ثانيا على الرئيس الوزراء أن يختار فريق عمل، مستشارين بروفيشنال، مستشارين أيضا مع تشكيل جهاز للمتابعة، متابعة المشروع، المهم التنفيذ، ما المهم الشخص عنده كفاءة ما يقدر، المهم رجال التنفيذ. نعم أستاذ زهير، تنفيذ المشروع. نعم، وهناك خطط كثيرة، يعني بس تسمح لي بشغلة واحدة. تفضل. عندما بالألفين وخمسة شكلت حكومة الجمعية الوطنية، ما كان أكو خبرة، ولكن كان أكو يعني شيء نوع من الوطنية، خلي نقول بهالاتجاه. شكل رئيس الوزراء الدكتور الجعفري مع أحمد الشلبي الله يرحمه لجنة العقود، إذا تتذكروها. لا. أنا شخصيا سمعت من أحد المستشارين الأمريكان سعدود الدليمي توسط الأمريكان حتى ينطوا صلاحية، لأن صلاحيته 3 ملايين فقط، يعني رئيس الوزراء يقدر يتحكم، ما له علاقة البرلمان، هو يعرف كيف منافذ هذه الأموال كيف تتصرف، يعني أهم شيء السيطرة على منافذ الأموال، هذه نقطة مهمة جدا، يعني أنه متابعة تنفيذ المشاريع، هون تكمن العملية. أما أشكرك شكرا جزيلا سيد زهير الشلبي، عضو ائتلاف دورة القانون. نقطتي المهمة تماسك الإطار. أشكرك شكرا جزيلا عضو ائتلاف دورة القانون سيد زهير الشلبي، حدثتنا عبر سكايب من نينوى، وشكر كثير لحضرتك أستاذ مهدي عبد الكريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أثريت الحوار. تتفضل البقاء معي أستاذ حسن فدعم كي نتابع في الملف الآخر. مشاهدي الأحبة، مجددا حياكم الله، وجد ترحابي بضيف الكريم الأستاذ حسن فدعم النائب السابق، حياك الله مجددا أستاذ حسن. وينضم معي في الأستوديو الأستاذ نزار السلطان عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، حياك الله أستاذ نزار. أستاذ حسن، نتحدث عن مستوى خط الفقر الذي أعلنته وزارة التخطيط في آخر إحصائية أنه 25، هسه بعض المصادر لربما أكثر، خلنا نأخذ الإحصائية الرئيسية، إذا قارناه في المستويات السابقة في حكومة تصريف الأعمال، هل ازداد هذا الخط؟ وشنو الأسباب اللي خلت الفقر يزداد في العراق؟ نعم، تحية لضيفك الكريم أستاذ نزار. وأعتقد موضوع الفقر، حكومة السيد الكاظمي كان ضمن برنامجها في رفع سعر الصرف الدولار. نعم. وأنا قعدت مع السيد وزير المالية ومع السيد الكاظمي أكثر من مرة، معي كان عدد من الأخوة النواب. وقلنا له هذا مشروع رفع سعر الصرف أكثر شيء راح يستهدف هو الفقير، وهو يأثر على باقي الطبقات، مو ما يأثر، لكن أكثر شيء راح يأثر على الفقير، لأن راح ترتفع الأسعار، كل الأسعار راح ترتفع. هذا عنده راتب، ممكن عنده شغل، عنده مصالح معينة، عنده أموال، راح تقل أرباحه، راح يقل مستوى الدخل مالته. لكن الفقير اللي ما يمتلك كل شيء بالتأكيد، أو اللي عنده يعني مال محدود، دخل محدود، راح تأثر عليه كثيرا. هو تعهد في حينها أن زيادة الأسعار لن تكون أكثر من 20%، وراح يعوض هذه زيادة الأسعار للفقراء من خلال زيادة مفردات البطاقة التموينية وزيادة الرعاية الاجتماعية. طبعا اثنين ما سواها، فكان حتما أن حكومة السيد الكاظمي تستهدف الطبقة الفقيرة من خلال هذه الإجراءات، سواء كان يقصد أو لا يقصد، لكن إجراءاته أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر. لما ارتفعت الأسعار، بعض الأسعار عندنا والسلع أنا تابعت 100 و38 مادة،
مختلف المواد، سواء غذائيه او انشائيه او غيرها، بعضها ارتفعت 300% بعد رفع سعر الدولار. هذا بالتاكيد راح يؤدي الى رفع سعر الصرف. وايضا معاملات التقديم على الرعايه الاجتماعيه ايضا ارتفعت معدلاتها واعدادها، بالتالي ان هنالك عوائل صارت تحت خط الفقر. انا اللي شفته في برنامج السيد السوداني يستهدف في تخفيض نسبه الفقر، ويستهدف في الرعايه الاولى هي العوائل الفقيره، يعني في برنامجه و آراء وأفكار، حتى في أيام مجلس النواب عندما كان معنا في مجلس النواب يعني زميلنا، كان دائما يركز على هذه الحالة، أن الحكومة واجبها الأساسي الأولي بعد توفير الخدمات للشعب بشكل عام وتوفير الأمن هو أن نذهب باتجاه الطبقة الفقيرة. الطبقة الفقيرة ما جاءت تقدر توصل صوتها، ربما الآخرين يوصلوا صوتهم، لكن الطبقة الفقيرة صعب عليها إيصال صوتها للحكومة، على الحكومة هي أن تبحث عن هؤلاء الطبقة وإنقاذهم ورعايتهم والاهتمام بهم وتوفير برامج حكومية للتقليل من نسبة الفقر، وهذا أعتقد موجود في ورقته أيضا في البرنامج الحكومي. طيب هذا التأكيد أستاذ نزار حياك الله مجددا، التأكيد اللي تفضل به السيد حسن فدعام أيضا جاء معززا لما ذهب إليه الشيخ دكتور همام حمودي في يعني كلمته بأن ثقة المجلس الأعلى عالية بالحكومة الجديدة بأن تضع موضوع مكافحة الفقر في مقدمة أولوياتها. هل من الممكن أن تكون هنالك حلول على المستوى القريب والمتوسط والبعيد لإسعاف جيب المواطن؟ شكرا جزيلا لك وللأستاذ حسن ولمشاهديك الكرام. حقيقة يعني مؤشرات الفقر اللي أعلنتها وزارة التخطيط مؤشرات مقلقة لدولة نفطية إمكاناتها المالية يعني لا تحسب او لا تصنف من الدول الفقيره، ولكن الواقع انه ربع الشعب العراقي هو نزل تحت خط الفقر، وهذا يشير الى سوء السياسات الحكوميه. هسه قد يكون اخر حكومه يعني صار بها قرارات بها اجحاف كبير، مثل ما تفضل استاذ حسن قضيه العملة وتغيير سعر صرف الدولار، رغم أنه هذا المشروع هو مشروع يعني من اختصاصات البنك المركزي وفني بامتياز، ولكن يفترض أن تقوم الحكومة بإجراءات موازية لهذا القرار من شأنها أن تحمي الطبقات الهشة في المجتمع العراقي. المخاطر اللي اليوم تقلق المراقبين أكثر من قضية المؤشرات لدى العراق هو التضخم العالمي وفترة الركود الاقتصادي اللي قد يمر بها العالم في عام 23. بالنسبة للعراق اعتبر من الدول الأكثر هشاشة نتيجة عدم وجود أي قطاع ناجح في العراق، قطاع الزراعي فاشل، قطاع الصناعي فاشل، وبالنتيجة العراق دولة ريعية، وإذا ما حصل الركود الاقتصادي معناتها تراجع خطير في أسعار النفط، معناتها راح نحول يعني شريحة كبيرة من موظفي الدولة العراقية تنزل تحت خط الفقر، لأنه مؤكد راح تعجز الحكومة العراقية عن دفع مستحقات هذه الشرائح. والمؤشرات يعني بالأمس أقرأ تقرير فقط في بريطانيا خلال 6 أشهر الأخيرة تم إغلاق أكثر من 250 ألف شركة عاملة، هذه أرقام مخيفة أمام العالم. بالنتيجة يتوقع العالم انحسار الطلب على الطاقة، لأنه الناس راح تحير فقط فيه، ولذلك نشوف إحنا أوروبا في حالة هيجان مستمر. يفترض على الحكومة العراقية الجديدة أن تأخذ هذه المؤشرات يعني بجدية، وأن تنظر للوضع الدولي نظرة يعني حذرة جدا، لأنه العراق انعكاساته أو تأثره بهذا المسار راح يكون أكثر من أي دولة أخرى، باعتبار نفقد إحنا البنى التحتية في قطاعات مهمة منها الزراعة والصناعة. النتيجة راح يكون التضخم العالمي ينعكس مباشرة على الشرائح الهشة، يعني ارتفاع أسعار الزيت والمواد الغذائية بأضعاف، يعني مو أسبابها داخلية فقط، أسبابها خارجية، أنه المواد من الخارج بدأت تتضخم أسعارها والداخل مكبل لا يستطيع إنتاج أي شيء. هذه تراكمات الحقيقة يفترض على حكومة السيد السوداني أن تأخذ إجراءات يعني سريعة
وسريعة جدا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والاستعداد لمرحلة عالمية قد يكون العراق أول ضحاياها. لما نتحدث مثل ما تفضل أستاذ نزار أستاذ حسن، لما نتحدث عن هكذا مؤشرات اقتصادية دولية، خلينا نبدأ من الداخل. يعني وزارة التخطيط يعني تستعد لإجراء مسح سكاني اقتصادي اجتماعي في العراق بدعم البنك الدولي. هذه البيانات راح تفيدنا في لو قارناها بالظروف الدولية، الحرب الروسية الأوكرانية، العراق يجب أن تهدأ الأوضاع فيه باعتبار أنه راح يكون مصدر مهم للطاقة في لدول العالم بهكذا حالة. أيضا إذا ما أخذنا بالحسبان بأن لربما هذه الحكومة راح تكون أول حكومة تشتغل بوفرة مالية، وما عندنا خرج العراق من البند السابع، وبالتالي ما عندنا أموال ندفعها للآخرين، فبالتالي أنه كل هذه العوامل راح نقدر نستثمرها في إنعاش الاقتصاد العراقي. طبعا كل تحديات العالم عادة الدول تحاول تستثمر هذه التحديات وتحولها من تحدي إلى فرصة. تمام. وموضوع الحرب الأوكرانية الروسية هو تحدي بالنسبة للعراق، لكن هو بنفس الوقت هو فرصة. نعم. فرصة شلون؟ أسعار النفط ارتفعت، الدول المستهلكة النفط تضررت، لكن الدول المنتجة يفترض أن تكون استفادت. هذا من جانب. جانب الآخر موضوع الزراعة، هذا تحدي. نعم. يفترض أن نتجه باتجاه تنمية قطاع الزراعة فيما يخص. نعم. على الأقل موضوع البذور، يعني الحنطة والشعير على الأقل، ونستثمر في هذا المجال في سبيل خلق حالة من التوازن بين التحدي والفرصة. حضرتك ذكرت وزارة التخطيط، أنا أشك أنه عندنا وزارة اسمها وزارة التخطيط. يعني هي موجودة بالاسم، نعم موجودة، لكن أنا أقصد بالأداء. وزارة التخطيط إلى الآن تؤدي دور حقيقي، دور ثانوي. شلون وزارة الكهرباء؟ عندنا وزارة الكهرباء ما عندنا كهرباء، عندنا وزارة الزراعة وبعد بها وزير بس ما عندنا زراعة. يعني هي مفارقة. عندنا وزارة موارد مائية وما عندنا ماي، كل شيء وزارة الصناعة وما وكل شيء نستورده ما عندنا صناعة. وزارة عندنا وزارة التخطيط بس وين تخطيطها؟ هسه لما تشتعل الحرب بين دولتين، مؤشرات الحرب منذ عدة أشهر كانت واضحة جدا. وزارة التخطيط هي والمالية تقترح قانون طارئ للأمن الغذائي بعد الحرب ما أدري كم شهر، هذا منطق؟ أين وزارة التخطيط ومجساتها لمعرفة أو استقراء أو استشراف المستقبل؟ وزارة التخطيط في كل دول العالم تستشرف وتضع حلول للتحديات المتوقعة، مو للتحديات الواقعة. هذا صار بردود الفعل، هي مو دولة. شنو مؤشراتها؟ في حتى هذا مؤشراتها في نسبة الفقر، أنا أشك بهذا الأرقام والنسب اللي ذكروها. طبعا مع العلم أنا طلعت على تقرير مرة ما أدري حتى الدول الأوروبية واصلة 8% عندهم نسبة الفقر، يعتبرون هذا مؤشر خطر جدا، وأقدموا جلسات طارئة وسووا برامج. هاي نسبة يعتبروها كلش نسبة قلقة. احنا مرت علينا هذا النسبة مرور الكرام والحكومة كأنه شيء لا يعنيها، بل بالعكس في فترة نزول هذه النسبة ووصولها إلى هاي الرقم العالي يسرق من موازنة الدولة هذا المبلغ الكبير في موضوع كبرى. حقيقة دولة لا تمتلك، حكومة يعني حكومتنا لا تمتلك الحرص على أبناء شعبها، لا تمتلك الغيرة على أبناء شعبها. واقع الحال واقع مزري. نأمل خير أخونا وعزيزنا الأخ السوداني، هو من هذه البيئة، من بيئة الفقراء، من بيئة المظلومية، من بيئة المحرومية، من بيئة الشهداء. وطيلة فترة تولي مناصب في الوزارات كان يعني يحترم هذه البيئة و يلبي احتياجاتها ويطمح أن يعالج مشاكلها. الآن أصبح القرار بيده، وإحنا أيضا نقف إلى جانبه ونسنده، وأعتقد كل الشرفاء بالبلد تقف إلى جانبه. لكن هاي الوقفة مشروطة، مشروطة بأن لا يستوزر الفاسدين، أن لا يستوزر اللجان الاقتصادية في الأحزاب، أن يؤدي خدمة حقيقية لأبناء شعبنا. نعم في تلك الحالة نقف إلى جانبه، وخلاف ذلك لا والله ما نقف إلى جانبه. اسمح لي ان ارحب بضيفي الكريم انضم معي عبر سكايب السيد فرات الشرع عضو المكتب السياسي المجلس الاعلى الاسلامي العراقي من البصره. حياك الله سماحه السيد. نتحدث بما جاء في كلمه الشيخ الدكتور همام حمودي عن الخطط التنمويه الوطنيه الشامله ومكافحه الفساد وزياده اعتمادات هيئه الحمايه الاجتماعيه التي من المؤمل لها ان تكفل حياه كريمه للاسر المحرومه، امكانيه تحقق هذه المطالب. السلام عليكم وعلى متابعيكم الاعزاء في مكان ورحمه الله تعالى وبركاته، كذلك السلام على ضيوفك الكرام. حياتي. نعم، اختصر في بدايه الكلام بما مشيت سريع،
قصير. أقول نحن متفائلون بمجيء السيد السوداني إلى رئاسة الحكومة في هذه الفترة وفي هذه البرهة، ولم يأتي هذا التفاؤل من فراغ، بل جاء من حركات واضحة، منها أن السيد السوداني جاء من صميم رحم المعاناة سابقا في زمن النظام السابق، كما أنه عمل وبمهنة عالية، مرة هذه الظروف مرة أقول امتيازات ذاتية ومرة امتيازات موضوعية، عمل وبظروف استثنائية وكان ناجح في كل منصب ترأسه أو تسلمه، وهذا دليل وقرائن على أنه سيكون النجاح حليفه، خصوصا لما يكون سماحة الشيخ همام حمودي وأمثاله من المقدمين يدعون إلى هذه الدعوات دعوة ناجحة في الموضوع وناجحة في الغاية وناجحة في الظروف، خصوصا لما يكون الذي يقترح عليه أو يطلب منه أو يؤازر به هو جناب الأخ السوداني. فأعتقد نعم، رغم الظروف ورغم الأمور المثقلة العملية السياسية، كل الوزارات لم تكن كانت في برهات من الزمن ومقاطع من الزمن مرت، كان هناك وزراء بس لم تكن وزارات، وإذا كانت هناك وزارة تمت وزارة فبلا موضوع، وإذا كان موضوع فبلا غاية وبلا خطط، لا خمسية ولا عشرية. نحن نعتقد الهمة التي جاء بها السيد السوداني بالإضافة إلى الامتيازات التي طيب سيد فرات اسمح لي أن أقاطعك وأذهب إلى الأستاذ نزار. أستاذ نزار، يعني حتى المكلف يعني أشار في اليوم العالمي للقضاء على الفقر بأنه راح يكون هذا البرنامج أو هذا الموضوع من أولويات حكومته في برنامجها وفي كابينات الوزارية طبعا، وما نسى قضية تحسين الواقع الصحي والخدمات الصحية والتعليم والسكن واستهداف الفئات الفقيرة بهذه الخدمات. يعني أنا أعتقد في مجال الفقر تحديات كبيرة، وبدل الذهاب إلى يعني نظام المكرمات والدعم في كل العالم، سياسة التمكين هي السياسة الناجحة لأي قطاع بما فيها قطاع الفقر. نذهب أول مرة إلى أسباب الفقر وارتفاع مستوى الفقر، راح نلقى هو يعني انحسار فرص العمل نتيجة غياب السياسات الاقتصادية الواعدة وتفعيل ملفات مهمة تخص التنمية المستدامة في القطاع الصناعي والزراعي بشكل خاص، رغم وجود فرص كبيرة للنهوض بهاتين القطاعين. بالنتيجة نزحف احنا من على الطبقة الوسطى ونحول جزء كبير من هذه الطبقة الى الطبقة الفقيرة. الطبقة الفقيرة 340 ألف طلب تقدم بها عراقيون إلى وزارة العمل. أقول هذه الطلبات راح تستمر، والتحديات أمام الحكومة القادمة تحديين أساسيين. التحدي الأول هو المتطفلين على سلة الرعاية الاجتماعية، وهذه قضية يعني مجتمعية للأسف تتعلق ب سلوكية المجتمع وانحدار يعني مؤسف للتجاوز كثير من يعني الشخصيات او الفئات على حساب الناس المحرومة فعلا في هذه القضية، وتعرفون هذه القصة احنا عانينا منها كثيرا. والتحدي الآخر هو انه ايقاف يعني ازدياد او ازدياد مساحة الفقر، وهذا يحتاج الى الذهاب الى دراسة الاسباب وامكانية زيادة التخصيص المالي لشريحة الفقراء بما يتناسب مع حجم التضخم الموجود يعني بالاسواق المحلية وحجم الاحتياجات اليومية او الشهرية للعائلة العراقية. هذه اعتقد يعني تحتاج إلى عمل جماعي وعمل تكاملي بين المؤسسات اللي افتقدناه طيلة الحكومات السابقة بسبب المحاصصة، وحتى افتقدنا العمل التكاملي داخل الوزارات نفسها أيضا بسبب المحاصصة. هذا التحدي الإداري أنا أعتقد هو أحد يعني أكبر العقبات أمام أي حكومة تريد تنجح في مهامها، أنه تعمل بتكاملية مع باقي الوزارات
من اجل النهوض وتفكيك يعني المشاكل المتراكمه، ومنها مشكله الفقر اللي اصبح في تصاعد مستمر في العراق للاسف. اشكرك شكرا جزيلا سيد نزار السلطاني عضو الهيئه العامه للمجلس الاعلى للاسلام العراقي، اثريت الحوار، والشكر موصول لسماحه السيد فرات الشرع عضو المكتب السياسي للمجلس الاعلى للاسلام، حدثنا عبر سكايب من البصره، وشكر كثير لجنابك الاستاذ حسن فدعم النائب السابق، رافقتنا في الملفين وهذه الاثراءات السياسيه والاجتماعيه، وشكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.